إذن مشاهدينا الكرام، نستمر في تغطيتنا لحصاد هذا العام في ملف سيطرة ميليشيا حزب العمال الكردستاني المصنفة إرهابيا على قضاء سنجار في محافظة نينوى. سيكون معنا في الاستوديو الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية العقيد الركن حاتم الفلاحي. سيادة العقيد، مرحبا بكم. حياكم الله. أهلا بك. وأيضا سيكون من مالمو عبر سكايب المتخصص في ملف الميليشيات عبد الرزاق لحيالي. أستاذ عبد الرزاق، مرحبا بكم. أهلا ومرحبا سيدي. أهلا. تحياتي لك ولضيفك الكريم ولمشاهديك الكرام. أبدأ معكم سيادة العقيد. يعني تواصل ميليشيا حزب العمال الكردستانية المصنفة إرهابيا بأنها تسيطر على قضاء سنجار في محافظة نينوى، ولكن السؤال المطروح عادة، يعني كيف الحكومة أن تقبل بسيطرة ميليشيا مصنفة إرهابيا على أراضي العراق؟ نعم، مساء الخير لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناة الرافدين. حقيقة قضية سنجار الآن، يعني إذا ما أردنا أن نتكلم عنها ونربطها بقضية الدولة، الدولة عندما تضعف، ضعف الدولة ينعكس على جميع مفاصل الحياة سواء كانت سياسية أو عسكرية أو أمنية. ولكن قضية سنجار مرت بمراحل مفصلية كثيرة خلال الفترة الماضية. المرحلة الأولى هي مرحلة عام 2003 عندما وضعت مدينة سنجار ضمن المناطق المتنازع عليها بين قوسين، يعني علما بأنها هي كانت خارج هذه المناطق عندما كانت الدولة العراقية السابقة قبل الاحتلال. المرحلة الثانية هي مرحلة عام 2014 عندما استطاع تنظيم الدولة أن يسيطر على الكثير من المدن بما فيها مدينة سنجار. نعم. والمرحلة الثالثة هي مرحلة الاستفتاء الذي جرى في شمال العراق عام 2017. نعم. أيضا كانت لها تداعياتها بالنسبة لقضية سنجار. القضية الأولى بأنه هناك كان تغيير ديموغرافي بعد عام 2003 على اعتبار بأنه كانت هناك قبائل عربية جاءت لأغراض التغيير الديموغرافي، وقد تم توظيفها سياسيا من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني على هذه القضية، فمنعت الكثير من القبائل العربية التي كانت تسكن في هذه المنطقة من أن تبقى في أماكنها التي كانت فيها قبل عام 2003. فأجريت عمليات تغيير ديموغرافي في عام 2014 عندما دخل تنظيم الدولة إلى هذه المنطقة. تم استدعاء قوات البككة المتواجدة في جبل قنديل مع قوات البيشمرقة الموجودة في تلك المنطقة لاستعادة هذه المدينة، وبالتالي أصبح هناك موطأ قدم لقوات البككة في هذه المنطقة. نعم. في عام 2017 أيضا عندما كان هناك الاستفتاء، كان هناك عملية انسحاب لقوات البيشمرقة من هذه المنطقة، وبالتالي أصبحت تسيطر البككة على مدينة سنجار تقريبا بشكل شبه كامل. يضاف إلى ذلك دخول ميليشيات الحشد الشعبي، إذن هي ضمن دائرة الصراع السياسي دخلت هذه المدينة منذ عام 2003، ثم تطورت الأحداث لينتقل الصراع إلى صراع كردي الآن. نعم. ما بين الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وما بين قوات البككة للسيطرة على هذه المدينة كسلطة ونفوذ ما بينهما. نعم. يضاف إلى ذلك بأن هناك صراع آخر بأن هذه المدينة أصبحت قنديل آخر بالنسبة لتركيا، وأصبحت تشكل تهديد للأمن القومي التركي. وكانت هناك تهديدات من قبل الرئيس التركي خلال الفترة الماضية بأنه سيقوم بعملية عسكرية على غرار درع الفرات وصولا إلى مدينة سنجار. يضاف إلى ذلك بأن إيران أيضا دخلت على 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 الصراع الإقليمي في هذه المدينة باعتبار أن هذه المدينة تقع على طريق الحرير الإيراني. نعم. من مدينة تلعفر باتجاه سنجار وصولا إلى الحدود العراقية السورية وصولا إلى سوريا وإلى البحر الأبيض المتوسط. نعم. وبذلك دخلت هذه المدينة ضمن الصراع الإقليمي ما بين هذه القوى المتناحرة. لذا نرى بأن ميليشيات الحشد الشعبي التي تتبع إيران أصبحت متحالفة مع قوات البككة في هذه المدينة، وأصبحت القوات الحكومية في هذه المنطقة غير مؤثرة بشكل كبير جدا، بحيث أصبح من يحكم النفوذ بعد عام 2017 هي قوات البككة التي بدأت تطالب بدور في قيادة وإدارة هذه المدينة. لذلك نرى بأنه عندما نأتي إلى الدولة نقول بأن الدولة غير موجودة في هذه المناطق. والدليل على هذا بأنه كيف لميليشيا تأتي من دولة أخرى ثم تأتي للسيطرة على مدينة مثل هذه المدينة التي تبعد عن الموصل ما يقارب 80 كيلومتر. نعم. عن الحدود السورية ما يقارب 50 كيلومتر، عن الحدود التركية ما يقارب 70 كيلومتر. إذن هي تحتل أهمية جغرافية كبيرة جدا. نعم. وجيوسياسية أيضا في الصراع القادم الموجود في العراق. لذلك نرى بأن مثل هذه القضايا أخذت تطور بسبب ضعف الدولة
وضعف الأجهزة الأمنية التي فشلت في فرض سطوتها على هذه المناطق، الأمر الذي أدى إلى تغول هذه الميليشيات بشكل كبير جدا، لأن هذه الميليشيات أصبحت في هذه المنطقة تشكل بؤرة للتهريب، تهريب الأسلحة، تهريب الأغنام، تهريب المخدرات. يضاف إلى ذلك بأن هذه المنطقة أصبحت امتداد إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تتواجد في سوريا، إذا نعم. أصبح هناك نفوذ جغرافي لهذه المنطقة في مدينة سنجار، طيب. وبالتالي نعم. أصبحت هذه المدينة نستطيع أن نقول هي بؤرة للصراع وقبلة موقوتة طيب. ما بين جميع الأطراف. أستاذ عبد الرزاق، ما مصلحة الحاشد بتقديم الدعم للميليشيا البكك؟ وصل الأمر بأنهم قد سجلوهم بيومتريا لاستلام رواتب من بغداد، ما مصلحتهم في ذلك؟ سيدي، احنا كنا نعرف العراق فاقد السياسة، ما في شيء اسمه حكومة في العراق. العراق عبارة عن ميليشيات متعددة، كل طرف تابع إلى مخابرات دولية معينة. اللي يقود العراق هي السفيرة الأمريكية والسفير الإيراني. هذا البلد من يكون بهاي الطريقة راحت حكمه ميليشيات، ميليشيات الميليشيات الإيرانية اللي تابع الإيران هي الأقوى بالمنطقة. طبعا اللواء الركن خضير المطروحي قائد عمليات نينوى هو بدري صديق، انتمى الى منظمه بدر بسنه التسعينات، وخدم في شمال العراق مع الشلبي الى فتره الى انصار الاحتلال، عاد الى منظمه بدر، وهو اليوم مكلف من الايرانيين للتعامل مع البكك وتوثيق العلاقه مع البكك، وهو الرجل يعني هو قال رواتبهم لا، وحتى يريد يمكنوهم من البرلمان العراقي، يعني في ناس تمثلهم حتى داخل البرلمان العراقي. خضير المطروحي طبعا هو رجل هو ركن دمج، يعني هو خريج ابتدائية، يعني الرجل تدري يكون مقبول عند أبو مهدي المهندس وعند هادي العامل وسليماني، كل ما زاد بطشة وقتل للشعب، وكل ما قدر يسرق سرقات يعني ضخمة يفيد بها المنظمة والميليشيات، يكون محل ثقة أبو مهدي والسليماني والعامري. فالرجل يعني هو المنسق الأول مع البككة يحاولون. هل من مصلحة الحشد، أعود إلى سؤالي أستاذ عبد الرزاق، نعم. هل من مصلحة الحشد وجود تنظيم البككة في سنجار؟ يعني انت تدري الحشد مشكلته ويا تركيا، ومشكلته كبيره ويا تركيا، خصوصا انت تعرف انه تركيا يعني ملجا للعراقيين، بنفس الوقت تركيا يؤتى من جانبها، لذلك يعني هي مساحه جيده للعراقيين، والحشد الولائي اللي يحاصر العراقيين في كل مكان، هاي واحده من النقاط والاسباب اللي تخلي الحشد، طبعا هي كلها اوامر ايرانيه، أضف إلى ذلك الخلافات الإيرانية التركية، كل هاي تخلي دعم البككة، دعم البككة للحصول من تركيا على مواقف سياسية لصالح إيران. الحشد هو مو صاحب قرار، صاحب قرار الإيرانيين، يعني قرارقاه قدس هو اللي صاحب القرار، لذلك أنت تشوف الحشداويين يتعاملون ويا البككة وفق أوامر إيرانية. طيب. والإيرانيين دولة يعني واضحة ودولة مستقرة وتعرف مصالحها وين تصب. طيب. لذلك الحشد يدفع رواتب للبككة ويقوي البككة ويسلح البككة بنفس الوقت. وهذا الأمر أكيد هو مضر للشعب العراقي والأئمة طيب. بالعراق، لكن يصب بصالح المصالح الإيرانية ومصالح الحشد الولاء الإيراني. طيب سيادة العقيد، ما الذي يمنع تنفيذ الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل من أجل طرد الميليشيات في قضاء سنجار؟ هناك مصادر تؤكد أن قضاء سنجار أصبح مدينة أشباح، أليس من مصلحة العراق تنفيذ هذا الاتفاق؟ نعم، من يحكم مصلحة العراق الآن هي إيران حقيقة. أنا أثني على ما قاله الزميل الآن يعني في مسألة إيران. يعني هل من مصلحة الحشد الشعبي أن تسيطر مثلاً البكك على مدينة سنجار؟ لا، أنا لا أقول مصلحة الحشد، وإنما أقول إن من مصلحة إيران أن تسيطر البكك ويسيطر الحشد الشعبي على مدينة سنجار، وهذه لأسباب متعددة. أولا هي ورقة ضغط على حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، جماعة مسعود البرزاني، خصوصا وأن هناك الآن خلافات كبيرة جدا ما بين البكك وما بين حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني على مسألة السيطرة على مدينة سنجار. يضاف إلى ذلك هي ورقة ضغط بيد إيران على تركيا باعتبارها تشكل تهديد للأمن القومي التركي. تركي. نعم.
وهذا يعطي دلالة على أنه الاتصال الذي الزيارة التي قام بها رئيس أركان الجيش الإيراني إلى تركيا عام 2017 تم الاتفاق على أن تكون هناك عملية مشتركة باتجاه قوات البككة المتواجدة في إيران والمتواجدة في شمال العراق. طيب. ولكن رفضت إيران تنفيذ هذه العملية، وعندما أطلقت تركيا العملية عام 2019 وشنت هجوم على البككة في مواقع في شمال العراق وفي مناطق في داخل الإيراني، نعم، حسب الاتفاقيات مع إيران، رفضت إيران أن تشترك في عملية ضرب قوات البككة المتواجدة في هذه المناطق. إذن هناك مصلحة إيرانية ببقاء البككة للضغط على إيران. يضاف إلى ذلك بأن هي ورقة للمساومة في قضية القضية السورية وفي قضايا أخرى تخص تركيا وما بين الصراع الموجود ما بين تركيا وما بين إيران في العراق. نعم. لذلك نقول بأنه من يمنع تنفيذ الاتفاق الذي تم ما بين أربيل وما بين الحكومة المركزية، نعم، هي ميليشيات الحشد الشعبي وكذلك القوات البككة التي ترفض تطبيق هذا الاتفاق. لأنه خلال الفترة الماضية حصلت هناك الكثير من الصدامات العسكرية ما بين الشرطة الاتحادية وما بين قوات البككة، وكذلك ما بين الجيش العراقي وما بين قوات البككة في هذه المنطقة. من منع أن تقوم القوات العسكرية باجتثاث قوات البككة المتواجدة في هذه المنطقة هي قوات الحشد الشعبي، نعم، التي طلبت من قوات من حزب العمال الكردستاني الخروج من مدينة السرجار والاكتفاء بالبقاء على الأطراف بالإضافة إلى الجبل، على أن لا تكون هناك ملاحقات قانونية لحزب العمال الكردستاني في العراق. يضاف إلى ذلك بأن الدعم اللوجستي والدعم السياسي والدعم العسكري يأتي من قوات الحشد الشعبي. إذن من يمنع تطبيق هذا الاتفاق هي ميليشيات الحشد الشعبي بأوامر إيرانية. والدليل على هذا بأنه إيران طوال الفترة الماضية عندما كان قبل مقتل سليماني، نعم، وأبو مهدي المهندس، نعم، كان هناك دعم مباشر لهذه الميليشيات من قبل إيران. يضاف إلى ذلك بأن فالح الفياض في الاتفاق الأخير قال يجب بأن تكون جميع القوات التي تم تشكيلها في سنجار هي جزء من القوات المسلحة العراقية، وهذا دليل واضح على أنه الميليشيات التي شكلها حزب العمال الكردستاني في سنجار والتابعة له يريدون دمجها من ضمن قوات الحشد الشعبي، وهذا إشكال كبير جدا في إدارة الدولة. إيران تفرق بين ميليشيا البككة والأكراد في إيران بحيث على اعتبار أن مثلا على سبيل المثال سيادة العقيد أن مهسا أميني كردية وعلى أثرها اشتعلت التظاهرات في إيران. إيران هل تفرق بين تنظيم البككة وبين الأكراد في داخل إيران؟ إيران في هذا الملف ليس لديها إشكال في قضية وجود حزب العمال الكردستاني، ولكن على أن لا يشكل خطر على الأمن القومي الإيراني. طالما أن هذه الورقة يمكن الاستفادة منها للضغط على تركيا وللضغط على الأكراد في شمال العراق، خصوصا في قضية التفاهمات السياسية في مسألة تشكيل الحكومة وفي مسائل أخرى، إذن يمكن الاستفادة من هذه الورقة وتفضيها بشكل جيد، خصوصا وأن النظام السوري لديه علاقات جيدة مع قوات قسد الديمقراطية وقوات حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا، نعم، وهذا يعطي أوجه للتفاهم ما بين إيران وما بين هذه القوات خلال هذه الفترة سواء كانت في العراق أو سواء كانت في سوريا، ويمكن الاستفادة من هذه الورقة. أما بالنسبة للحزب العمال الكردستاني المتواجد في إيران فيعتبر هذا الحزب نتيجة عدم تهديده للأمن القومي الإيراني، ليست لديه مشكلة في بقائه في شمال إيران على أن تكون ضمن حدود وخطوط حمراء ترسم من قبل صانع القرار الإيراني. طيب أستاذ عبد الرزاق، هذا التفرد بالقرار الذي حصلت عليه الميليشيات ونقصد الحشد ومن خلفها البككة، هل يضر بمحيط العراق وبالتالي يضر بعلاقته مع دول الجوار أستاذ عبد الرزاق؟ أكيد سيدي، لكن هذا الأمر ما يهم الحشد الولاء الإيراني ولا يهم الإيرانيين، من صالح الإيرانيين كل الإقليم يكون ضد العراق ويعني ما متفاعل ولا متفاهم مع العراق. لذلك أنت شوف هسه الحشد الولائي والإيرانيين ما يخلون مناسبة إلا ويهينون الشعب العراقي بها. تشوف أنت مثلا على نصب الشهيد يضعون صورة الإرهابي مثلا قاسم سليماني، هم مو حبون القاسم سليماني، أنا أعرف جماعتي وأعرف طريقتهم، يريد يقولون للعراقيين هذا هو اللي قاتلكم 8 سنوات وهذا هو نصب الشهيد وهي صورته ترفرف على أسماء قتلاكم بنصب الشهيد. ما يفوتون فرصة إلا ويهينون الشعب العراقي. أو اليوم يحضرون إلى مثلا دوري 25 للخليج العربي، شوف أول ما وضعوا صورة سليماني يريد يهونون الشعب العراقي ويريد يقولون للعرب أنه أنتم يعني تجون راح تقولون فاتحة القاسم سليماني. قصدي
ما يهم الإيرانيين إذا زعلوا العرب، ما يهم الإيرانيين إذا زعلت تركيا، ما يهم الإيرانيين إذا الإقليم صار ضد العراق. هو هاي اللي تسعى عليه إيران، هو هاي اللي تريد إيران، تريد العراق دائما بعيد عن الإقليم العربي ويكون تابع لإيران فقط، وعلى هذا يعمل الحشد الولاء الإيراني. فيعملون على قدم وساق في تقوية، مو بس البككة، عندنا حتى ممثلين من الحوثيين بالنجف، عندنا ممثلين لهم مسيطرين حزب الله لبنان، وكوثراني اللي هو وصي على المال العراقي مجهول المالك وهو لبناني ومن حزب الله. القضية قضية مو بس البككة. فعمل الحشد الولائي اللي هو الحلقة القوية بالعراق اللي مسيطرة على الحكم بالعراق، هو عملها أن يعني تبعد العراق من محيطه العربي، أو ما يرجع المحيط العربي، أو يكون بعيد عن الإقليم. طيب. فما يضرها على الإطلاق. ويعرفون كل الزين أن دعم البككة ويعني إعطاء رواتب للبككة وسلاح للبككة وتوطين البككة في مناطق سنجار واحتلال من مدينة سنجار مو أقل من احتلال جرف الصخر، هذا راح يغيظ دولة كبيرة وعظيمة مثل تركيا. يعرفون هم راح يغيظهم هذا الأمر، وهم يريدون دائما تركيا تكون بعيدة عن العراق وعن العراقيين، وما يصير تواصل ومحبة بين هذه البلدين. طيب. نعم. أستاذ العقيد، على ذكر الرواتب التي طرحها الأستاذ عبد الرزاق، نتحدث عن أكثر من مليون دينار عراقي ستدفعها الحكومة لعناصر البككة، طبعا هذا بحسب تأكيدات البيشمركة. على أي أساس تبني الحكومة سياستها الأمنية والمالية وسط الحديث أن العراق يحتاج إلى مضاد طيران وبالتالي تطوير الأسلحة؟ نعم، من يرسم السياسة المالية في العراق، أو لنأتي إلى الحشد الشعبي، نعم. من يرسم السياسة المالية لميليشيات الحشد الشعبي وخاصة الولائي؟ يعني إذا رجعنا إلى الفترة الماضية نجد بأن حيدر العبادي يقول عندما تم التدقيق على 120 ألف مقاتل لا يوجد أكثر من 60 ألف مقاتل من قوات الحشد الشعبي. معنى هذا يوجد أكثر من 60 ألف هم فضائيين وغير موجودين من قوات الحشد الشعبي. إذا ما سألنا القائد العام للقوات المسلحة الآن كم هي أعداد قوات الحشد الشعبي، لا أحد يعرف الآن، لا القيادة العامة ولا رئيس الأركان ولا أي شخص بالدولة العراقية، ما هي الأعداد الحقيقية لميليشيات الحشد الشعبي. يضاف إلى ذلك بأن الميزانية المالية يتصرف بها الحشد الشعبي كيف يشاء خارج نطاق القائد العام للقوات المسلحة. أليس هم تابعين للقائد العام للقوات تابعين المسلحة؟ شكلياً. أما إذا ما جئنا إلى قضية خلية الدورة، نعم. ورأينا كيف تعاملت هذه الميليشيات مع القائد العام للقوات المسلحة وكيف طوقت مقرات في المنطقة الخضراء، أو قضية قاسم مصلح، نعم. قائد الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، نرى بأن الحشد الشعبي هو سلطة فوق الدولة وفوق القانون وفوق القيادة العامة للقوات المسلحة. وبالتالي هذه الأموال التي تذهب إلى حزب العمال الكردستاني هي باتفاق ما بين إيران وما بين ميليشيات الحشد الشعبي في العراق وما بين هذه الميليشيات. وبالتالي لا أحد يرسم هذه السياسة المالية، وإنما عندما نأتي اليوم حتى إلى زيارة رئيس الوزراء إلى إيران، نعم. عندما تم التوافق على أنه تكون هناك استشارات هندسية بمبلغ 3 إلى 4 مليار دولار، ما هي الاستشارات الهندسية التي تقدمها إيران؟ هذه سرقة لكن بأسلوب رسمي. إذن نحن لا نتكلم عن دولة قائمة بمؤسسات أمنية ومالية وعسكرية وهناك خطط استراتيجية يمكن بنائها ويمكن البناء عليها، وإنما هناك يعني هناك قرارات ارتجالية وهناك سياسة خارجية تملى على كثير من مفاصل الدولة العراقية، وهذا ما ينفذ الآن في العراق في اتفاق سجار أو في حزب العمال الكردستاني. أنا أشكرك الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية العقيد الركن حاتم الفلاحي، شكرا جزيلا لكم. وكان معنا من مالمو عبر سكايب المتخصص في ملف الميليشيات عبد الرزاق الأحيالي، شكرا جزيلا أستاذ عبد الرزاق.